السلام عليكم، انا فرج نبيل عبد الفتاح المشراوي. انا عمري 34 سنه، اب لولد. مهنتي كهربجي ومتخصص بادوات كهرباء، وانا برضو بكمل تعليمي. انا بوقفش، كل مره بتعلم من اشي لاشي بكمل تعليمي. هذه هوايتي التعليم، وهوايتي كمان الرياضة. الهيئة الإسلامية عن السنوات اللي مرقت عملت إنجازات كبيرة ووحدت كتير البلد، والأخص فيها شباب البلد وحدتها. عمرها ما كانت شباب البلد متوحدة هيك، يعني احنا شفنا كمان، يعني شفنا كتير شو اسمه كيف الشباب يعني كلها بتجتمع مع بعض وبتنحل مشاكل الشباب، بحطوا ايدين ببعض. ربنا الحمد لله اكرمني قد ما كنت ادعي انه اكون لفعل الخير ولكتير اشياء، يعني واحد يسوي الخير. وخشيت اكرمني وكون صرت واحد من لجنة اكرام الميت، عضو من لجنة اكرام الميت. وصار كل حياتي كلها بس فعل الخير، ومنشوف انه فيش محل تاني اللي احنا نقدر نحط يديه ببعض اللي لنوصل الخير الا هي الهيئة الاسلامية. فانا بشرفني اول اشي انه اكون جزء من الهيئة الاسلامية واساعد معها. بطلب من كل واحد، من كل واحد، من كل شاب، من كل اب، من كل بيت يطلع ينتخب. احنا فيش إلنا الا بعض احنا بالبلد. احنا في ورانا بالهيئة الاسلامية، هذه هيئة اللي هي بس العنوان شيتنا وفيش لنا عنوان غيره، هي المنتخبة. يعني انا بطلب انه عن جد تكسلوش، هذا يوم السبت عندكم بالظبط تيجوا تنتخبوا 5 دقائق، تكسلوش. هذا مصيرنا بالحياة، هذا مصير مقدساتنا، هذا مصير اولادنا من لقدام. انا بدي ادفع على ابني، بس بدي ادفع كمان على ابنائنا، ابناء كل اهل يافا. الهيئة الإسلامية هي كدوتنا. الهيئة الإسلامية عن جد عنوان لكل إشي. يعني حيالله عنا حيالله مشكلة، إحنا منزلت على السريع روحوا للهيئة الإسلامية، هم بتولوها. أنا بطلب من كل شاب، من كل شاب من عمره 17 سنة، لأخواتنا، لإخواننا، لأباتنا، كلنا نطلع ننتخب. هذا اذا احنا ما بنطلعش ننتخب، احنا بنحط يديه بيد مع الدوله، مع الدوله اللي هي بدها اسقاطنا، اسقاط الهيئه الاسلاميه اللي هي بس اللي بتدافع علينا وبتدافع على اراضينا ومقدساتنا. بطلب منكم كمان مره تحطوش يديه بيديه الدوله اللي بدها اسقاطنا. نحمي ونبني.